شوية اكس راي وما نبصش فيها ونخش نعمل عمليات ونفاجئ بحاجات غريبة وكلام من ده. فاللي فرق جدا جدا كان الايميجينج. وأول ما ابتدينا نعمل الايميجينج كان أنا حضرت أول أجهزة السي تي سكان لما نزلت في مصر وأول أجهزة الام ار اي لما نزلت. كنا نروح لدكاترة أشعة طب قولوا لنا لو سمحتوا إيه اللي موجود في السي تي بتاع الأذن وبتاع، يقول لك لا لا إحنا مش انترستد في الإير خالص. واتضح إن نفس القصة ده هي كانت موجودة في العالم كله مش بس عندنا. دكاترة الراديولوجي ما كانوش انترستد خالص في موضوع الأناتومي أوف ذا إير ولا السي تي سكان ولا الام ار اي. فاضطر الإير سيرجنز إن هم يبقوا دكاترة الإيميجينج بتوع نفسهم. واضطرينا ان احنا لازم نقرا السي تي سكان بتاعنا او الام ار اي. وبعدين جت من عند الله سبحانه وتعالى بقى الكوكلير امبلانت. الكوكلير امبلانت لما جت بقى وابتدى شغل الاير يكتر جدا جدا وبالذات الدايجنوستكس في الايميجنج لمرضى الكوكلير امبلانت، فلقينا دكاتره الاشعه جايين لنا صغيرين بقى طب علمونا بقى الاير ازاي لان بقى فيها سبوبه كويسه دلوقتي في فلوس والمراكز كلها عايزه تعمل كده. فتشرطنا احنا بقى قلنا لا عايزين تتعلموا لازم تسمعوا كلامنا بقى وتعملوا لنا حاجات طلبات وكده وبتاع. فمن الدكتورات اللي تعبوا معايا جدا الدكتوره توجان طه في الموضوع ده، هو كنت انا مشرف على الدكتوراه بتاعتها وبصراحه يعني انا يعني طلعت عينها في الدكتوراه بس هي الحمد لله لغايه دلوقتي بتحبني يعني حصلش ايه مشاكل يعني الحمد لله. ودكتوره توجان بعد كده بقت one of the radiologists اللي very eminent في الايه في الإير، وابتدى في جينيريشنز جديدة من الراديولوجيست، لكن ما زال الإير سيرجن لازم هو يعرف يقرا الإيمجز بتاعته. وعشان كده اتس ان انتجرال بارت، جزء أساسي في كل الكورسات وجزء أساسي في كل الامتحانات مش بس عندنا في العالم كله. Interpretation of imaging of the ear. Of the ear. كنت بدي المحاضرة دي من كام سنه وناس كتير كانوا حاضرينها وبتاع، وبعدين قابلني واحد بعد المحاضره على طول وقال لي انا مبسوط جدا من المحاضره وانا استفدت جدا من المحاضره وانا عايز المحاضره دي على فلاشه وعايز على هارد ديسك، انا اتمتعت جدا بالمحاضره بس انا ليا سؤال. قلت له خير يعني؟ قال لي في ثلاث كلمات انت من اول المحاضره عمال تقولهم وانا مش عارف معناهم ايه، هم اكزيال وكرونال وايه وساجد. فطبعا انا روحت يوميها في هلع شديد يعني معناها الراجل ده قعد 3 4 ساعات كده ايه ما فهمش حاجه خالص يعني. فحطيت الصوره دي السلايد ده هي عشان توريكم وات دو وي مين باي اكزيال اند كرونال اند ساجد. اكزيال فيري سمبلي مينز ذا هوريزونتال بلين اللي هو ده هو. ساجيتال مينز البلين اللي هو انتروبوستيريور فيرتيكال بلين. Coronal means اللي هم vertical plane from side to side from one ear to the other. دول متسمين على حسب السوتشرز اللي موجودة في السكال بتاعت او احنا طبعا في الودن الاكسيال بلين ما هوش exactly horizontal بتاع الهيومن بودي يعني هو 30 درجة مع الهوريزونتال بس احنا مجازا هنسميه الاكسيال بتاعنا يعني في الايه في التمبرال بون اللي هو الهوريزونتال بلين. وبعدين السؤال التاني اللي دايما بنتواجه بيه ان مثلا من المشاكل اللي عندنا هنا في مصر لما تبعت اشعه لالفا سكان او مصر سكان او تبعت الاشعه ده لاي سكان وفي دلوقتي مينيا سكان والايمان سكان والكفر سكان والحاجات دي كلها يعني موجوده في كل الاظرف الاشعه دي بتلاحظ ان الاشعه بتبص على الاشعه تلاقيها يعني ما هماش ستاندردايزد. ومهم جدا ستاندردايزيشن بتاع الاشعه عشان خاطر كل المكان ده يبقى ستاندردايزد ونقدر نشوف الستراكشرز اللي في الاير. ودي اتعملت في دراسات كتيره جدا في العالم ان الستاندردايزد سي تي سكان لازم يكون اكزيال كورونال ساجيتال 1 تو 2 ملم كاتس ما بتفرقش الا في عدد الصور اللي طالعه من التمبرال بون. ما لقوش ان انت يو جين مور انفورميشن لو ضيقت الكاتس 2 ملم كاتس يو جيت ذا سيم اماونت اوف انفورميشن من السي تي سكان والايميجنج زي ال 1 ملم كاتس. البون ويندو ده اللي مهم جدا، الويندو ويدث والويندو ليفل عاملين زي البرايتنس والكونتراست بتاع التلفزيون. فهو لازم الويندو ويدث يبقى 4000 على 200 ده اللي يبين لك كل الستراكشرز في التمبرال بون ودي اول حاجه نبص عليها. لان لو زود قوي الويندو ليفل 200 ده هي خليناها مثلا 600.
الصوره بتبقى فيري فيري برايت، بتبقى فيري فيري برايت، ممكن ستراكشرز رفيعه زي الفيشن نيرف كانال ما كانش تمام. فلازم الواحد يتاكد الويندو ويدث والويندو ليفل، وللاسف ده بيعرضنا لمشاكل كتير جدا، ان تبص تلاقي جاي مثلا سي تي سكان من سنتر فلاني، عيان جاي يعمل كوكليير امبلانت وباينه فيه حته كوكليير، فنقول لك يلا نتكل على الله ونعمل العمليه. زي امبارح اتفاجئت انا في ضمن الحالات اللي بعملها، باين في سي تي سكان حلو جدا، كوكليير باينه كويس جدا، بس كان سي تي سكان البارامترز بتاعته مش مظبوطه. اتاري الطفل ده هو بوست مينينجيتيك وعنده اوسيفيكيشن في الكوكليير. طب ازاي؟ بقى انا دلوقتي لو انا حطيت العيان على جهاز السي تي، الاوسيفايد بون اللي بيملى الكوكليير من جوه في المينينجايتس بتبقى الدنسيتي بتاعته اقل من البوني وول بتاعت الكوكليير نفسها، تبقى البون ده طبعا ما هوش نفس الدنسيتي بتاعت البون بتاعت الاوتيك كبسول. فلو فني اشعة قاعد على الجهاز بيبص كده يقول لك هي الكوكليا باينه هيزي كده ليه؟ ما نوضحها للجراح احسن. هو يلعب في البرايتنس والكونتراست، يغير الليفلز دي، يقدر يبينها لي بيتنت كويسه جدا. اتخم انا بقى فين؟ في العمليه. فلازم اصلا كل الحاجات دي تبقى ستاندردايز عشان اللي فيها اوسيفيكيشن تبان، واللي ما فيهاش اوسيفيكيشن ايه؟ تبان. وده اللي حصل، ان الحاله دي جايه طبعا عامله سي تي سكان الله اعلم فين، وداخله في وسط لسته فيها 7 عمليات كوكليير امبلانت. تاني حاله بفتح كده لقيت ان في بون جوه الكوكليا، ابتديت اشتغل الحمد لله اتفتحت قرب الاخر، فيعني حظي جه كويس. لكن poor imaging is a very big problem. ليه ما بنحبش؟ طب ما انا اشوف السي تي ده واقول مش معمول مظبوط وابعت العيان يعمل سي تي. صح طبعا الكلام ده هو، لكن احنا ساعات بنخاف على الاطفال الصغيرين دول، عمالين نعرضهم لهاي دوز راديشن في اجهزه السي تي سكان. في بيبر مرعبه جدا طلعت من حوالي 4-5 سنين في امريكا، بتقول ان 27% من كل طفل قبل سن 3 سنين يتعرض لهاي دوز راديشن في جهاز سي تي سكان عنده تشانس يجيله هيد نك كانسر. عشان كده في بلاد زي كندا واستراليا دلوقتي منعت السي تي سكان الا بموافقه 3 كونسلتنتس يقول لطفل. فعشان كده في الكوكليير امبلانت بالذات بيعملوا ام ار اي بس، ما بيعملوش ايه؟ سي تي سكان. لو لقوا حاجه في الام ار اي تشككهم انهم محتاجين سي تي، يبقى الثلاثه كونسلتنتس يمضوا ويقولوا لا ده احنا عايزين سي تي. وساعتها ما بنعملش سي تي بالاجهزه العتيقه اللي موجوده عندنا ده، بنعمل بجهاز اسمه الكون بيم ايه؟ سي تي سكان، اللي هو بيدي راديشن اقل بس بيدي كلاريتي في الصوره احسن. وفي الطف من كده كمان، ان الشركات الياباني اللي نزلت الكون بيم سي تي سكان راحت الشركات العالميه اللي بتعمل اجهزه سي تي سكان اللي هي هاي دوز راديشن، دلوقتي نزلت اجهزه سي تي سكان السنه دي لو دوز راديشن، وتدي نفس الكواليتي بتاعت البيكتشر زي الهاي دوز راديشن. يعني معناها ان العلم فيه ايه؟ في تطور، ودايما هنلاحظ ان احنا نقدر نعمل صور كويسه في العيان. هل انا محتاج اعمل كونتراست للعيان؟ مش محتاج في الايد اعمل كونتراست الا لو انا شاكك في نيوبلازم تيومر يعني، او انتراكرينيال كومبليكيشن، ساعتها بطلب soft tissue window with contrast injection is required. لكن نادرا ما بنطلب ايه الكونتراست، بالذات النهارده هناخد النورمال سيت سكان ونورمال ام ار اي بتاع الاير، فدول بالذات النورمال ده كله ما بيحتاجش ايه اي نوع من الكونتراست. وانا عشان ابسط الامور هنبتدي ناخد 9 كاتس هوريزونتال كاتس الاول في تمبرال بون جايين من تحت لفوق. اوكي، في سنترز بتاعت اشعه بتعمل لك الكاتس من فوق لتحت، انا بفضل ان احنا دايما نبص على الكاتس من تحت لفوق، على اساس ان الواحد زي ما يكون بيبني بيت، يعني بياخد الايه الدور التحتاني وبعد الدور اللي فوقيه وهكذا. فلو جينا بصينا للكات الاولانيه اللي هي عند ليفل 1، هلاقي ان احنا هنا عندنا this is the head of the mandible، وده هنا التمبرومانديبولار جوينت، ودي شكلها كده عامل زي ساندويتش الهامبرجر، فبيسموها الهامبرجر ساين. تمام، دي التمبرومانديبولار جوينت. ورا التمبرومانديبولار جوينت this is the mastoid، هنا this is the mastoid. لاحظ على الرايت سايد this mastoid is well pneumatized، فيها اير سيلز جميله اهي. هنا this is partially pneumatized، فيها حتت فيها اير سيلز، وحتت الثانيه ديبلويد. دي مش معناها ان دي سكليروزد او ديزيزد، ديبلويك ماستويد موجود في الاوضه ده، هي تقريبا 50% من الناس هتلاقي عندهم ماستويدز فيها حتت ما هياش نيوماتايزد.
وبعدين لو جينا بصينا المنظر الحلو ده، دي كده التمبرال بون اهي المثلث ده، ده الاكسترنوديتري كانال هنا، وادي الاكسترنوديتري كانال، ودي الكونكا. قدام التمبرال بون هنا هنلاقي في دايره لطيفه كده، ده الفورامن اوفال، ورا منها في دايره صغيره دي الفورامن سبينوزم، وراهم على طول جوه التمبرال بون هتلاقي دايرتين اخواتهم على طول، دي هنا الفيرتيكال كاروتيد كانال، ورا الفيرتيكال كاروتيد كانال ورا الفورامن اوفال، والفورامن سبينوزم وراها في اير سيل هنا اهو، موجوده الاير سيل دي الناحيه الثانيه برضو هنا اهو كده، زي ده الفورامن اوفال والفورامن سبينوزم، ده الفيرتيكال كاروتيد، ودي اللي هي الاير سيل. الاير سيل دي بين الجاجلر بالب وبين الكاروتيد، والاير سيل دي اسمها الكروتش اير سيل، تكتب سي ار او تي سي اتش. ايه الكروتش اير سيل دي؟ هي عظمه البيز اوف ذا ستايلويد بروسيس موجوده هنا فيها اير سيل. لو انا عندي جلوماس تيومر طلع من الجاجلر بالب هيحصل ديستراكشن للكروتش اير سيل. الجاجلر بالب لطيفه جدا، شكلها عامل زي البطه، هي دي ده جسم البطه اسمه البارس فاسكولاريس، دي اللي فيها بدايه الانترنال جاجلر فين اللي هو الجاجلر بالب. قدامها في الجاجلر فوريمن في ذس از كولد ذا بارس نيرفوزا، البارس نيرفوزا ده هي بينهم في الجاجلر سباين، يبقى دي هنا عندنا اللي هو الجاجلر بالب وده الجاجلر سباين ودي البارس نيرفوزا، وطالع قدام هنا حاجه عامله زي المنقار بتاع البطه، المنقار بتاع البطه ده اللي هو الانفيريور بتروزال ساينس. يبقى ده شكل البطه اللي على الشمال اهي، اللي على الناحيه اليمين عندنا بطه كبيره اهي، دي بارس نيرفوزا، دي جاجلر سباين، وده بدايه الانترنال جاجلر فين، وده الانفيريور بتروزال ساينس. لو جينا بصينا هنا this is the basic occiput والbasic sphenoid، وفي هنا we have another foramen قدام البيترس ايبكس، foramen دي اسمها foramen lacerum، this is not an open foramen it is closed by cartilage، وبيعدي فوق منها الترانسفيرس ايه كاروتيد لما نشوف في الكات اللي اعلى منها. نيجي نشوف في الكات اللي هنا ده هي the vertical carotid اللي كان موجود هنا اصبح دلوقتي the transverse carotid، وبعدين هنا ده الفورامن اوفال والفورامن سبينوزم تمبرومانديبولار جوينت والماستويد بروسس، وادي هنا اللي هي الجاجلر فورين. هنا وي هاف ذا اكسترنال كانال الكارتيلاجينس بارت سوفت تيشو كانال، وجوه ذس از ذا بوني اكسترنال اوديتوري كانال، ذس اريا هير از ذا هايبوتيمبانم، احنا جايين من تحت لفوق فاحنا تحت في الميدل اير، والهايبوتيمبانم دي بدايه فتحت هنا اللي هو اليوستيكيان ايه تيوب عند الليفل بتاع الترانسفيرس كاروتيد. ولو جينا خدنا الودن الثانيه هنلاحظ ان دي هنا عندنا الترانسفيرس كاروتيد اهو، دول هنا الجاجلر بالب اهي، وهنا عندنا في الثلاثه كروتش اير سيلز دول موجودين في البيز اوف ذا ستايلويد بروسيس. نروح للكات اللي اعلى منها هنلاحظ ان بين الترانسفيرس كاروتيد وبين الجاجلر بالب في حته بون عظمه ناشفه بيضه قوي ظهرت هنا اهو، دي الاوتيك كبسول. جوه الاوتيك كبسول ده نلاحظ ان في حاجه يا دوبك اليومن ابتدى يبان هنا اهو. لما نبص كده للكوكليا، الكوكليا بتبقى في حته اسمها الراوند ويندو كده، وبعدين بتنزل كده ذس از دي بيزل تيرن، تلف لفه كامله البيزل تيرن، بعد كده تبقى المينل تيرن، وبعدين لفه كامله، وبعدين ثلاث ارباع لفه اللي هي الابيكال تيرن. البيزل تيرن الحته دي اسمها انفيريور بيزل، وبعدين دي اسمها ascending basal، وبعدين دي اسمها superior basal، وبعدين نزلنا كده descending basal، وبعدين هنا بقت الميدل تيرم والابيكال تيرم. ناس تقعد تبص لي طبعا تقول لك الراجل ابتدى يخرف من رابع سلايد. بيقول ايه؟ inferior basal. طب ما ليه بيستخدم كلمتين بنفس المعنى؟ inferior يعني تحت، وبيزل يعني ايه؟ يعني تحت. لا احنا بنقول inferior يعني نقصد in the human body، وبيزل يعني بيزل للكوكليا، فكلمة بيزل وميدل وإيبيكال دي تنطبق على مين؟ على الكوكليا. inferior و superior تنطبق فين؟ في ال human body، وهي كده الكوكليا أصلها ماشية بالإيه؟ في الاتجاه ده هو كده. وكنا زمان بنقول كوكليا، وبعدين ابتدينا نقول بيزل تيرن لما ابتدينا نحط الإلكترو بتاع الكوكليا implant في البيزل تيرن، وبعدين ابتدينا نفصص البيزل تيرن inferior basal وascending basal وsuperior basal وdescending basal، ودلوقتي في الكترودز بتخش بينا في الميدل تيرن، فابتدينا نقول inferior middle وascending middle وsuperior middle وdescending middle،
ومؤخرا وصلنا كمان بالكترودز فيري سليم الكترودز ال 422 وال 532 بيوصل بينا لغايه الابيكال تيرن، لان الابيكال تيرن هي اللي فيها الفاين هيرنج بتاعنا الميوزك ابريشيشن، نقدر نستمتع بالموسيقى بجهاز الكوكلير امبلانت لو عرفنا نوصل الالكترود لغايه الفين الابيكال تيرن بتاعت الكوكلير. فدي هنا انا لو خدت الكات ده هنا كده this is the cochlea هنا، والكات اللي معديه هنا الهوريزونتال اكسيال كات ده هي دي معديه فين؟ في الاول البيزل تيرم من تحت، ده الاكسنوديتري كانال اهو، دي فتحه اليوستيكيوم تيوب ودي الميدل اير هنا اهو، الناحيه الثانيه دي فتحه الايه اليوستيكيوم تيوب، وهنا ده الجاجلر بالب اهو والترانسفيرس كاروتيد، هنا يا دوبك مش باين ليومن للكوكليا بس باين حته عظم كده. وبعدين هنا عندنا منظر تاني للجاجلر بالب، عندنا this is the اللي هو الجاجلر بالب نفسه، ده في الجاجلر فوريمن، ده الجاجلر سباين، ودي هنا البارس نيرفوزا اللي فيها 9 و10 و11 كرينيال نيرف، واللي طالع هنا ده هو كده ده الانفيرير ايه بتروزال ساينس، فاضل بس نرسم الرجلين كده ويبقى شكلها عامله زي الايه الدك بيل او البط. وبعدين عندنا الليفل اللي اعلى بقى، لو جينا الليفل اللي اعلى we can see here ان دي ابتدت تبان اني تيرن بقى في الكوكليا البيزل تيرن اوف ذا كوكليا، وابتدى يبان هنا حته راوند ويندو الناحيه الثانيه بيزل تيرن اوف ذا كوكليا، عامله زي ما يكون بق واحد بيضحك، ساعات بنسميها الكوكليير سمايل، او لو انتوا جعانين بنسميها بانانا شيب، لان طبعا كل التسميات اللي في الاير ده هي دكتور قاعد في الضلمه جعان يتفرج على اشعاعات، فكل الافكار اللي بتجيله ايه في الاول حاجات لها علاقه بالاكل، بعد شويه يبتدي يخش في مرحله الجنان يجي له التصور الناس بتضحك له وحاجات من، بعد شويه بقى يبتدي يتخيل بقى حاجات مرعبه، فتيجي حاجات زي جوستس وعصيان ومش عارف ايه وضربه وكلام من ده يعني. فكل ده دايما بنسمي على الايه على الحاجات اللي هي في المخيله بتاعتنا او في الخيال بتاعنا يعني. احنا هنا عندنا طبعا اللي هو طالع من عند الكوكليا كده عامله زي المثلث ده هو هنا، This is called the cochlear aqueduct. بنسميها trumpet shaped. شوف الجنان دلوقتي بتقدروا يسمعوا صوت ايه؟ يعني المزيكا وناس بتعمل trumpets وكده. وطبعا الدايرة اللي موجودة هنا This is the jugular bulb. Jugular bulb على الناحية اليمين يبقى غالبا اكبر من الناحية الشمال. ساعات يبقوا قد بعض، وشفت على فكرة عينين عندهم الناحية الشمال اكبر من الايه؟ من اليمين. فيعني بتفرق من عيان لعيان. فده الجاجلر بالب، ده الكوكليا basal turn of the cochlea. هنا ده عندنا اليوستيكيوم تيوب، دي هنا عندنا الميدل اير، وده الاكسترنال اير، ودي الكوكليير اكويدكت، ودي الكوكليير اكويدكت. هنبص ورا هنا الماستويد في منظر لطيف جدا، في هنا ده الخط الاسود ده السوتشر اللي بين الماستويد وبين الاوكسيبتال بول، وقدامها هنا في كانال بيعدي فيها فين مفتخر اسمه الماستويد ايميشري فين، بيعدي بين السيجمويد ساينس والريتروريكولار فينز، ولو ساين حلوه اسمها جرايسينجر ساين، لما بيحصل لاترال ساينس ترومبوفليبايتس تلاقي الحته اللي ورا الودن ده هي هنا بقت ايديمتس وزرقت كده اهو، ولازم تبقى ايديمتس وزرقه بلوش وايديمتس، لو ايديمتس بس من غير بلوش تبقى ماستويدايتس، لكن لو معاها الزرق ده هو يبقى احنا دخلنا في لاترال ساينس ايه ترومبوفليبايتس. ناخد الكات اللي اعلى من كده، الله الله جميله، هنا عندنا ده هو البيزل تيرن اوف ذا كوكليا، وبعدين ده الراوند ويندو هنا اهو. تمام، ايه الصوت اللي عامل ده بيتصل بمخابرات اجنبيه دي ولا حاجه؟ تمام، يبقى عندنا هنا ايه؟ اصل هي اسراء ممثله المخابرات يعني. عندنا هنا ده الراوند ويندو ابتدى يبان هنا، منظر جميل جدا، ذيس از ذا راوند ويندو نيش، وبصوا كده المنظر الاحلى واحلى. كلنا متصورين الراوند ويندو ممبرين موجود هنا من بره هنا، لا الراوند ويندو ممبرين موجود جوه في النيش، اللي بره ده ميوكس ممبرين فولد موجود هنا كده بره. اكشولي احنا الراوند ويندو لما بنيجي نشتغل عليه في الكوكليير امبلانت نلاحظ ان في ميوكس ممبرين فولد الاول قافله، فبنفتح الميوكس ممبرين فولد ده وبعدين نشيل النيش نشوف الترو راوند ويندو ممبرين which is a very tough membrane. اللي هيحضر معانا كورس كوكليير امبلانت يوم الاربعاء والخميس باذن الله هوريكم في الفيديوهات قد ايه هو ممبرين فيري تاف ومحتاج شارب نيدل عشان يتفتح، وفي جراحين غلابه بقى بيعملوا ايه؟ يفتح الميوكس ممبرين فولد ده ويحط الالكترود ويقعد يزقه جوه ويقول لك اصله ما دخلش كويس، هو ما دخلش خالص لان ايه؟ اتحاش على الممبرين اللي جوه، فيدخل لي كام الكترود كده
يقول لك انا عملت العمليه، لا لازم تتاكد ان انت فتحت الراوند ويندو كويس. وطبعا الحته اللي في الاول ده تحت هنا ذيس از ذا سكالا تيمباناي، وعند القبه اللي هنا ده هي ذيس از ذا سكالا فيستيبولاي، وده هنا از جوينج تو بي ذا كونتينيويشن اوف ذا سكالا فيستيبولاي. ذيس از ذا سكالا تيمباناي هنا تحت في القط دي، ودي هنا از ذا سكالا فيستيبولاي. وبعدين هنا منظر لطيف جدا، ذيس از ذا ميدل تيرن اوف ذا كوكليا. لو تاخدوا بالكم في خط ابيض رفيع كده موجود بين الميدل تيرن اوف ذا كوكليا وفوق منها الابيكال تيرن اوف ذا كوكليا. والابيكال تيرن اوف ذا كوكليا زي ما يكون لها ارنين كده في الحته ده، هي ارنين كده، لان الابيكال تيرن اوف ذا كوكليا هي ثلاث ارباع لفه وعامله زي السقف بتاع الاوضه ده، هي السقف بتاع الاوضه ده هي مع الحيطان اللي على الجنب ده. لو انا خدت هوريزونتال كات يبان لي الكونكشن بتاع السقف مع الحيطه، يبان لي زي تو هورنز كده من الجنب، الارنين اللي موجودين اسمهم الابيكال هورنز. And this is a very good sign that I have a fully developed cochlea. يبقى أنا بعمل assessment لعين cochlear implant، لو لقيت الحتة اللي فوق دي عاملة زي القبة كده ما هياش لها قرنين كده، يبقى ده معناها دي لسه cochlea لفتين وربع، لفتين بس، يعني معناها it is under إيه developed. وتفرق معايا إيه على ما أجي أعمل choice of the electrode عشان أدخل electrode طوله مناسب لطول الكوكليا ده. كنا كلنا متصورين الكوكليا بتاعت الناس كلها قد بعض 32 ملي، اتضح ان في رينج، في من اول 29 ملي لغايه 37 ملي، والطول بيفرق من عيان، والطول بيتحسب على حسب الاوتر دايامتر بتاع الكوكليا او الانر دايامتر اللي حوالين مين المدارس. فالعمليه معقده جدا جدا، مش سهله زي ما احنا فاكرين. لو جينا بصينا الناحيه الثانيه، this is the round window niche actually. هنا القط دي اعلى سنه من ده، هنا باين النيش وهي مفتوحه على الممبرين، هنا النيش باينه هنا ايه اعلى منها. ورا الليفل بتاع النيش ده في هنا خط كده اسود ابتدى يبان، this is the posterior semicircular canal. posterior canal برضو كبيره، فبحيث ان لها ampullary end من تحت وبعدين تلف كده تطلع لفوق تضم مع superior canal. فلو انا خدت horizontal cut كده يبان لي زي خط، لو خدت في النص الكات تبان لي نقطة عند الـ عند السكشن ده، ولو خدت كات فوق تبان وهي داخلة مع السوبيريور ايه سيمي سيركل كانال. فديس از بداية الايه البوستيريور سيمي سيركل كانال. في منظر لطيف جدا لو بصينا في الميدل اير كده، هتلاحظ ان احنا هنا عندنا في دي النقطة البيضة دي ونقطة بيضة خفيفة وراها هنا. النقطة البيضة اللي قدام ديس از ذا هاندل اوف ذا ميليس، ورا منها ديس از ذا لونج بروسيس اوف ذا انكس. نقطتين موجودين كده في الميدل اير علينا عندنا دي فتحه الايه اليوستيكيال تيوب. وطبعا لو بصينا للكوكليا دي اللي هي البيزال تيرن هنا ابتدى يبان شادو اسود خفيف هنا، ذس از بدايه من تحت وانا جاي من تحت لفوق، ده سيكشن يا دوبك جاي معدي في الانترنال مين اوديتوري كانال. طبعا انا يهمني قوي الحته اللي ورا دي كواحد كوكليير امبلانت سيرجن وبعز الكوكليير امبلانت جدا، احب ابص على الحته اللي ورا هنا ده. هي الحته دي عامله زي حرف W، اسمه وهبه بيبتدي بحرف W، فانا حطيت اللتر بتاعي هنا تمام. W دي هنا اسمها الساينس تيمباناي، والحته الصغنطوطه في W دي اسمها الفيشيال ريسس. احنا بنخش من هنا من الفيشيال ريسس عشان نوصل للراوند ويندو، بس طبعا عندنا الشفه العظميه دي اسمها البيراميدال ريدج ماسكه في البيراميد. شايفين الهرم الصغير اللي هنا دهون؟ ده الهرم دهون اللي طالع منه العضله اللي هي مين؟ ستابيديس مصر. يبقى الواحد بيشوف كل حاجه في السيت سكان، اي سيت سكان هتلاقي فيه كل حاجه، بس لازم تبقى عارف انت بتدور على ايه، عارف الاناتومي بتاعك. لو مسكت لكم اي سي تي دلوقتي نقدر نطلع منه كل الحاجه دي، بس طبعا بنقول ايه لازم الكواليتي بتاعت السي تي تكون اساسا كويسه. وبعدين نعلى بالليفل بتاع الكات بتاعنا، ابتدى يبان عندي الانترنال اوديتوري كانال في الناحيتين. الانترنال اوديتوري كانال بيبقوا دايما ايكوال تو ايتش اذر ان سايز اند ان شيب اند ذي ار فانل شيبد. هنا عندنا ذيس از ذا بيزال تيرن اوف ذا كوكليا وعليها الميدل تيرن اهي باينه هنا ماشي، وبعدين هنا باينه ورا هنا البوستيريور سيمي سيركل. كان شايفين الامبولري اند بتاعها هنا الناحيه الثانيه، شايفه شايفين الامبولري اند تمام. اذا كان ده الراوند ويندو هنا، لو انا عليت بملي ونص 2 ملي، مين اللي هيقابلني هنا بقى؟ الاوفل ايه؟ الاوفل ويندو. الاوفل ويندو اللي انا شايفه هنا ده مقفول بعظمه رؤيه جدا اللي هي الفوت بريت بتاعت مين؟ الستيبلس. وعايز تتخيل ان في ستيبلس هنا، تخيل براحتك، هوريك صور احسن من دي، انما هنا يعني انا مش شايفها قوي. طبعا لو جينا بصينا بعد كده هنلاحظ ان في نقطتين موجودين جوه الودن اهي،
النقطة اللي قدام اللي هي الهاندل اوف ذا مينيوس ورا منها مين اللي هو اللونج بروس اوف ذا انكس. الناحية التانية ابتدت تبان النيك اوف ذا مينيوس مع حتة من البودي اوف ذا انكس. وبعد نبص كده يبقى الحتة اللي فيها الاوسيكلز دي اسمها الاتيك صح ولا لا؟ تمام. وورا الاتيك السبيس ده اللي اسمه ايه؟ الانترم. والانترم فيه دايما هنا فيها حتة عظمة كده معدية كده بين الانترم وبين البيري انترال سيل اسمها كورنرز ايه؟ سيبتم. كورنر سيبتم ده مشكلة الجونيور اللي لسه بيعمل ماستودكتومي اول مرة. لانه هو بيعمل ماستودكتومي ويوصل لغاية الانترال سيل دي يقول لك الحمد لله انا وصلت خلاص الانترم. لا. الدليل ان انت في الانترم انك لازم تشوف اللاترال ايه؟ سيمي سيركلر كانال. طبعا هنا في خط رمادي شايفينه هنا معدي هنا ده هون كده. خط الرمادي ده هون. This is the tympanic facial ايه؟ نيرف. ده السكند جينو بتاع الفيشل نيرف. دي بداية الماستويد بارت ودي هنا اللي هو الفيرست جينو بتاع الفيشل نيرف. وهنشوفهم في كاتس تانية احلى واحلى. انا بحب الاير سيل دي قوي. كان علمها لي واحد اسمه ويليام هيتسلبرجر. كان نيورو سيرجن بيشيل اكوستيك نيروماس في هاوس اير انستيتيوت لما كنت فيلو هناك. وكان دايما يقولي الاير سيل دي هو العلامة بتاعته. هو يعمل اللابرينثكتومي واول ما يوصل للاير سيل دي يقولي بتعمل لي نوع من الفرامل. ابتدى فارمل بقى لان انا داخل على ايه بعد كده على طول على الانترنال اوديتوري كانال. فكان اول ما يقابل اير سيل يشتغل كان بيعمل اللابرينثكتومي في 10 دقايق يشيل اللابرينث كله. وعن اول ما يلاقي الاير سيل دي تاك يبطئ بقى عشان داخلين ايه الانترنال اوديتوري كانال. الله يرحمه كان راجل كويس. هنا باينه قوي الستيبس. هنا شايفين ده الفوت بريت بتاع الستيبس ها. ودي الستيبس هي الارش بتاعها باين بالنك بتاعتها بالهيد. وهنا باينه احلى واحلى كمان ستيبس شايفينها تمام. ستيبس بما انها عظمه رقيقه شويه ومحتاجه قطع على انجل معينه مش لازم تبان في كل السي تي سكانز. بس احنا دلوقتي اصبحنا بنعتمد اعتماد اساسي في حالات الاوتوسكليروزس عشان ما نقعش في مشاكل في العمليه ان احنا نعمل بري اوبراتيف سي تي سكان لكل مرضى الايه الاوتوسكليروزس عشان نشوف الفوكس فين والامور دي كلها. طيب انا هنا برضو عايز اوريكم يعني ايه القرنين اللي هم الايبيكال ايه كوكلير تيرن. شايفينها ازاي القرنين دول؟ طب في منظر جميل جدا. شايفين جوه الكوكليا الهرم الثاني الصغير اللي جوه ده المودايلس تمام. يبقى ده المودايلس اللي موجود جوه اللي هو الكوكليا تيرنز بتلف ايه حواليه. وتلاحظ ان هو مش موجود في الايبيكال تيرن لان الايبيكال تيرن از ديفيشنت فروم ذا مودايلس. ما فيش عندي مودايلس. طبعا this is the foot plate of the stapes هنا وده الفيستيبيول تمام. دي الانترنال اوديتوري كانال ودي هنا الاوسيكلز موجوده في الود. دي كات جميله جدا مبينه ايه مبينه الاوسيو سبايرال لامينا. هنا ده عندنا السكالا تيمباناي تحت هنا وهنا السكالا فيستيبولاي فوق واللي هنا ده هو ده ايه ده الاوسيوس ايه سبايرال لامينا. بس اللي احلى واحلى باين الراوند ويندو نيش بالترو ممبرين هنا والحته دي فيها اللي هو النيش يعني مش باين الممبرين الثاني بس باين النيش هنا. وده اللي هو مين ده هو البوستيرير ايه سيمي سيركل كانال. وشايفين الحاجه السليت لايك اللي جايه ورا هنا ده هي ده الفيستيبولر اكويدكت وهيبان في الكاتس اللي جايه بعد كده كمان. This is the handle of the medius هنا ورا منها اللونج بروس اوف ذا انكس على الهيد اوف ذا ستيبس. وشوف المنظر الاجمل ان العيان ده عنده a very deep sinus tympani. العيان ده لو عنده كوليستياتوما وانا عايز اشيل اللي في الساينس تيمباناي ده وانا شايف السي تي بتاعه قبل العمليه اقول لنفسي ايه هشيل الكوليستياتوما عادي خالص. وبعدين هاجي هنا ده هو this is the ايه المنطقه بتاعت الستابيديس مصر وده الفيشيال نيرف هنا وهنا this is the كوردا تيمباناي سوري ده الفيشيال نيرف هنا وده الستابيديس this فيشيال نيرف. فممكن اجي اشيل الكوليستياتوما from a retrofacial approach. بس وانا بعمل الريتروفيشال ابروتش اخد بالي ما اعورش مين البوستيرير سيمي سيركل كانال. فساعات وان يو هاف ا ديب ساينس تيمباناي يا اما تشتغل باندوسكوب من قدام عشان تعرف تجيب الاندوسكوب عمره ما هيعرف يجيب الزاويه دي. تفتح من ورا هنا بالميكروسكوب تلاقي نفسك نظفتها بسهوله جدا. نعلى ليفل تاني بقى في التمبرال بون بتاعتنا هنشوف هنا ده الانترنال اوديتري كانال اللي هي فانل شيب زي ما احنا شايفين. وبعدين هنا ده الفيستيبيول ودي اللاترال سيمي سيركل كانال.
الفيستيبيول مع اللاترال سيمي سيركل كانال عاملين زي الخاتم سموه سيجنت رينج ابييرنس. او لو انت بقى دخلت بدور اكتئاب وانت بتفرج على الاشعاعات عامله زي ايد الجردل بنسميها الباكيت.